Mosaïque FM Podcast. صباح النور، شكرا لكم زين الناس الكل. البداية بالمونديال، المنتخب الوطني عمل البارح ماتش كبير برشا ضد بطل العالم لي بلو. المنتخب كمل الشوط الأول متقدم 14-13 وأداء رائع مع امتياز لمروان مجيز وكمال العلويني. الشوط الثاني كمل المنتخب نفس الريتم حتى الآخر خمسة دقائق وين بدأ يخرج شوية من الطرح وكمل خاسر بفارق 3 نقاط 27-23. خسارة صحيح لكن أداء رائع البقية من عند المدرب ألان بورت، وحاولوا البارح مبعوث للخاص فهمي البرو. On a donné le maximum, on a fait je crois un grand match. On regrette des petites choses, des petits détails, mais le haut niveau c'est des petits détails. Mais il faut vite oublier ce match parce que demain on a un combat contre l'Allemagne. Les Allemands sont dans leur lit, récupèrent, et nous on est encore dans la salle, donc ça va être dur. Point de vue physique, est-ce qu'on a, on a perdu beaucoup d'énergie pour le match de l'Allemagne? J'ai essayé d'économiser un peu les joueurs, mais quand on voit que le résultat est à portée de main, on essaie quand même le plus longtemps possible. Donc j'ai pas trop pu faire tourner l'effectif. Sur le plan de jeu, l'équipe, l'attaque, la défense, comment vous voyez notre équipe? C'était bien. Aujourd'hui, c'était bien. Un petit détail à régler, mais globalement, c'était collectif. Il y avait de l'agressivité. Il y avait un peu de génie à certains moments. Voilà, il a manqué pas grand-chose. Peut-être que Issam soit en grande forme. Il était juste dans sa forme normale. Il a peut-être manqué que Moss Bassana il s'énerve moins. Que voilà, mais l'apprentissage du haut niveau, quoi. Le منتخب يلعب اليوم مقابلته الثانية في المونديال بداية من 25 دقيقة ضد منتخب ألمانيا اللي ربح على البرازيل البارح 33-23. فرنسا تواجه مونتينيغرو اللي خسر مع الأرجنتين 28-26. النادي الافريقي صحح البارح الفاتح الغربي عامين ونص ورجع زهير الذوادي بعقد نفس المده عامين ونص لكن افيك اوبسيون داشان مده موسم اضافي. تفاصيل العقد ومساج الذوادي لجماهير النادي الافريقي. ولا يا شيخ، يعني كما قلت قبل في تونس نلعب كان في جمعيه بركه اسمها الافريقي، وذاك اللي صار، يعني مشيت عملت تجربه برا ورجعت وجمعيتي الحمد لله. يعني ما صارش تردد زهير، ولا انك قلت نلعب كان في جمعيه واحده النادي الافريقي، لكن طولت شويه المساله حتى اللي نتاكدنا اليوم انه زهير ذوادي في النادي الافريقي. والله صحيح طولت شويه، لكن ذاك هو نيغوسياسيون ما تعرف، معناها يقعدوا لي تاي صغار ديما هما يحبوا يجدوا شيرتهم وانا نحب نجد شيرتي، لكن الحمد لله معناها في الاخر توصلنا لاتفاق. وتعرف على خاطر ايفيون تعرف شدوا فيها صحيح، وما معناها فسخت كان بالسيف. يعني زهير بتي ميساج للبوبليك الكلوب اللي بطبيعه استناك برشا واستنى الاخبار صار بالنسبه لهم برشا، واليوم يعني سمعوها. ولا يظهر لي يعرفوا زهير ذوادي شنو عطاه في النادي الفريق قبل، وطبعا مستعد باش نعطي اكثر. جمعيتي وانا وصلت يعني باش فسخت عقدي في فيون، يعني وصلت عديد فلوس باش نرجع لجمعيتي، وهذا برشا عباد ما يعرفوهوش. الحمد لله كما قلت لك توا خطوه جديده بالنسبه لي انا ومرحله جديده فيها برشا تحديات. ان شاء الله نكون عند حسن الظن المسؤولين والاطار الفني والجمهور ان شاء الله. مبدئيا زهير اكيد عارف بالوضع في النادي الافريقي، الاكيب تبدلت بشكل كبير، باش تلقى برشا كونكورونس هكا ولا؟ اكيد، يعني انا في الكوره ما يقلقنيش كونكورونس، بالعكس حاجه باهي. قبل في النادي الافريقي ما كانش، يعني كنا عندنا 11 12 13 بركه، توا حاجه باهيه، يعني عندنا مجموعه باهيه. ان شاء الله اللي حضر يلعب واللي حضر يزلزل كما يقولوها، يعني مصلحه النادي الافريقي فوق كل اعتبار. شمس الدين الذوادي رسميا بالبارح في ترجي، هذا تاكيد من عند رئيس فرع كره القدم رياض بن نور. اي صحيح، تم اتمام كل اجراءات العقد شمس الدين الذوادي يعتبر على ذمه الترجي التونسي لمده 4 سنوات ونصف. المفاهمه ما كانتش صعيبه بالتليفون، كنا تفاهمنا على كل شيء، وما كان التنقل لهنا لما كنا معناها متفاهمين كل شيء، وجينا هنا لاتمام بقيه الاجراءات بما انه تعرفوا الميركاتو ومقعد له كان بعض الايام، والحمد لله تمت العمليه وان شاء الله مبروك على الترجي التونسي ويقدم الاضافه كيف وكيف اللاعبين الممتدين الكل. مدافع النادي الافريقي سيف الدين العكرمي صحح عامين ونص مع الاتحاد المنسي. لاعب جي اس كامرون ترودي صحح مع سي بي عقد لمده 4 مواسم ونص مقابل 300 مليون. Mosaïque FM Podcast.